أسعد الله مساءكم أعزائي مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سفرتنا، معكم إيهاب بن رجب، ورجعنا لكم بحلقة جديدة وبوصفات جديدة سهلة وبسيطة زي ما عودناكم دائما. أحبائي الكرام، نحب نذكركم أن حنا على الهواء مباشرة للتواصل معنا، بإمكانكم التراسل عبر أرقام موجودة عبر الشاشة 021 360 0101 021 360 0102 021 360 0103، ويلي خارج الدولة بإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام الفايبر. كذلك مشاهدين الكرام، نحب نذكركم احنا درنا فقرة بسيطة يعني ارتجالية خلينا نقوله في ربع الأخير من الحلقة، نقرأ بعض من رسائل حضراتكم اللي جتنا عبر صفحة سفرتنا، وراح يتم بإذن الله الإجابة على كم من الرسائل. مشاهدين الكرام، نحب نذكركم بوصفتنا لدى اليوم. وصفتنا اليوم حتكون وصفة أنا أعتقد هي مش شتوية، بس من الخريفية وتبدأ في الشتوية. طبعا احنا بحكم شهر سبتمبر أول شهر في فصل الخريف، فنحبك ندير الوصفات مع المدارس مع الحاجات، نحب ندير الوصفات فيها قيم غذائية ونكهات رائعة جدا تعطيك شعور بالدفء. وصفتنا لدى اليوم حتكون وصفة تارد التفاح، من أشهر أنواع التارد، لكن هي طريقتها مبسطة جدا جدا جدا، يعني من الوصفات اللي احنا نقوله طريقتها السهل الممتنع، وصفة سهلة لكن الوهلة الأولى لو حد حيتذوق النوع هذا من الحلويات حيحسك في تكنيك ومعقد وصعب، ولكن هو يعتبر فعلا الوصفات السهلة حنحضره مع بعضنا بكل سهولة وشكلها جميل جدا. حنحضر مع بعضنا تارت التفاح، حنديره طبعا العجينة الأساسية بتاع التارد اللي هذه طبعا معتمدة عندنا في معظم وصفات التارد، وحنديره كحشوة كريمية خفيفة ومعها طبقة التفاح المكرملة مع الزبدة والسكر وكذلك القرفة. شوفوا بعض المكونات على الشاشة حتى نحضروا وصفتنا مع بعضنا حتى نحضرها بكل سهولة. شوفوا بعض المكونات وصفتنا لدى اليوم. بالنسبة لوصفة التارد التفاح نحتاج إلى عندنا العجينة، طبعا نبدأ احنا بنقسمه الجزئية هي لجزئتين، الوصفة الأولى طبعا هي التارد أو العجينة التارد اللي عندنا. العجينة عندنا 3 أكواب من الدقيق، يفضل دقيق الحلويات، عليهم 1 كوب من السكر الناعم البودرة، تمام، عليهم 1 كوب من الزبدة، عليهم 2 حبة من البيض، عليهم ملعقة من الفانيليا أو عطر اللوز أو سكر فانيليا المتوفر عندكم ممكن تستخدموه. أما بالنسبة للحشو، هذه حشوة اللي بنحضروها في التارد، عندنا 2 حبة من التفاح، ويفضل يكون التفاح أحمر لأن طعمه مسكر شوية، عندنا 2 حبة من التفاح، عليهم ملعقة صغيرة من القرفة، عليهم 1/2 كوب من اللوز الخزايني، عليهم 1/4 كوب سكر أسمر أو سكر عادي. نعرف مش الكل عنده السكر أسمر، فأنا حبيت نزيله بسكر العادي، لكن السكر الأسمر حطيكم فليفرك جميل. عندنا لكن هذا رح نكرمله السكر هوا. عندنا طبعا 1/4 كوب من السكر الأسمر، عليهم 2 كوب من الحليب، عليهم حوالي 1/4 كوب من انشا، وعليهم ملعقة كبيرة من السكر الأبيض اختياري، يعني مش حنضيف سكر أبيض، حنضيف عطر اللوز، تمام؟ هذه بالنسبة للوصفة بتاعتنا. شوف عنا كيف رح نحضروها توا مع بعضنا. أول شيء رح نبدأ بالعجينة. هي الوصفة مدروسة، لو حضرتوها يعني مش لازم أنكم لا تزيدوا ولا تنقصوا شيء، امشوا بالكيال، ويفضل تستخدموا طبعا ملاحظه رجاء مشاهدي الكرام، لما نتكلم على الاكواب في الحلويات يفضل يكون عيار ثابت، فانا ديما ما نستخدمش في الاكواب نتاع كاسات الجبنه او الطواسي الجبنه مثلا، ولا طواسي في المطبخ اي طاسه، يفضل تستخدموا الاكواب، هي اكواب مدروسه صح. لو ما عندكمش الكوب معناها 200 جرام، يعني لو عندكم ميزان ممكن تعيروا بالميزان، او لو بتلتزموا يكون كله نفس الكوب، يعني نفس الكوب اللي كينا به السكر هو نفس الدقيق نفس الزبده والى ذلك. لكن لو يبدا فيه بيض زي مثلا انا عندي هنا عيار بيض، فيفضل انه يكون الاكواب المتعارف على او الاكواب القياسات الجميع، لان عاده مش نفس الكوب اللي انا عندي هنا في المطبخ او في الاستوديو يكون نفس الكوب اللي تستخدمه فيه، فالاختلافات هنا مهمه جدا. اول حاجه رح نبدا طبعا بتحضير وصفتنا، هي الوصفه الكلاسيكيه، ما بنبوش لا ماكينات ولا عجانات ولا شيء، هنحضرها بطريقة بسيطة. رح ناخذ الدقيق، عندي 3 أكواب من الدقيق، تمام. عرفتوا التارد أنا أفكر فيه عادة بالتوم وجيري، يعني عرفتوها لما يكون التارد محطوط على الروشن مش يبرد، فهي نفس هيك اللي تحسوها الفكرة. عندي توا احنا هنا الدقيق، حنحط عليهم السكر الناعم البودرة، طبعا يفضل ممكن لو تنخلوا السكر يفضل هو
بس يجي يعني التارد عندكم ناعم على قد ما تقدروا. ننخلو السكر الناعم البودرة زي انتم شايفين بالكيفية هذه، يبدأ السكر عندكم ناعم. بتقولي لو مش متوفر سكر ناعم هل نديله سكر عادي؟ لا، هنا ما يمشيش، لازم يكون عندكم سكر ناعم. السكر العادي راح يحوله مش لتارد، حيتحوله لشوية تحسوه زي البشكوطي أكتر يعني. حنبوه تارد ناعم يعني يدوب في الفم العجينة بتاعه. حطينا توحنا هنا الدقيق والسكر الناعم، نحب أن ننكه بالفانيليا، حنحط 2 ظروف من الفانيليا السكر. لو حطيت فانيليا سائل راح يغمق لي عجينة التارد. وراح نحطه توا الزبدة، تكون زبدة لينة. حطينا الزبدة وراح نبدأ توا نقلبه في الزبدة مع الدقيق. نقول لك يعني نقلبه في الزبدة والدقيق بهذا الشكل. ممكن نستخدمه هنا ايدينا في العجينة، بس تكون هيك العجينة عندكم ناعمة اكتر. طبعا عجينة التارد يفضل ان احنا نعجنوها بايدينا. تمام، رح نبدأ توا بالعجن. هذا مش محتاجينه. ما تنسوش مشاهدينا الكرام احنا على الهواء مباشرة، للتواصل معنا بامكانكم التراسل عبر ارقام الموجودة عبر الشاشة 021-360-0101 021-360-0102 021-360-0103. ويلي خارج الدولة او حابين تتواصلوا معنا عبر عن طريق الانترنت بامكانكم التراسل عبر ارقام الفايبر. تمام، احنا توا هنا قاعدين نعجنوا في العجينه. توا نبو العجينه هي الخطوه مهمه من اساسيات نجاح التارد بتاعنا، ان احنا نبوها تكون زي الرمله، يعني العجينه تكون الزبده متغلغله في كل كميه دقيق، يعني نقعد يعني نحركه في الزبده مع دقيق لين تبدا زي الرمله. شايفين كيف تكون العجينه؟ احنا تاكدنا ان الزبده تخلطت كويس، ولما نجمعها تتجمع عندي زي العجين، لكن ترجع تفرط معي او ترجع تتفترش معي. فهنا الوصفه هيك مدروسه صح. تو احنا هنا راح نضيفوا البيض، 2 حبتين البيض، وناخذوا معنا اتصال من الاخت انتصار من مدينه مسراتة. اخت انتصار اسعد الله مساك، مساك طيب. مساك طيب شيخ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. سلمك انت ونورتي. شو الاخبار؟ شو الامور؟ ان شاء الله بخير يا رب. والله الحمد لله، نورت والله اليوم يا شيخ، وان شاء الله رحلتكم دائما جميله، وتنسخ من كلمتك في هذا الصناف يا شيخ، ان شاء الله بلغيت النافع يعني. هلا. كانت فتره جميله جدا يعني من ربع ساعه هيك، فان شاء الله بلغيت النافع الجميع. صحيح مظبوط صح. هو على فكره الاجواء الممطره هي يعني لا يعلى لها بصراحه، الامانه الحق. بديت من كل ان شاء الله يعني وبتاخذ مرحله ثانيه، فيجيك شعور جميل جدا يعني، مغيمة هيك يعني، اجواء خريفيه يعني، والمطر يعني ان شاء الله بالشتاء ان شاء الله يعني يكون طيب، وان شاء الله طلع يجينا الشمس حقا يا رب. يا رب اللهم امين. ان شاء الله يعني عندي ملاحظه فقط قبل نخش الموضوع يا شيخ. تفضلي تفضلي. تقريبا غايبين انتم. اطلع ما طلعناش لايف، مظبوط، طلعنا حلقات مسجله. انت نبهتوا ليها الحلقات مسجلة او صار ظرف يعني؟ معلش هو للامانه فيك ظرف صاير، فهذا احنا ما طلعناش لايف. تمام. وهو على فكره حتى الحلقه هيك كويس يعني، معناه مسجله وانا حابه اعاده يعني. لا 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 مسجله، هو على فكره ما تزعلوش منا، انا حتى الحلقه المقبله بتاع السبت الجاي حتكون مسجله. علاش مش لا هيك شوي هيك عالقينك بشوية هيك، هو طبعا ما فيش شيء يعني حرمنا منكم، لكن عالقينك شوي هيك في شغل، فاصلا وتركم كيف في مفاجأة. لا في عذر، لا حتى
يعني من حق. لا هو يعني على فكره العذر في صالحكم، لا يعني مش انه عذر اللي هنا في حاجه ثانيه غيركم، لا احنا يعني نجهز لكم في برنامج مش نحرق، لكن عندنا هيك برنامج جديد نجهز لكم فيه عبر الميديا ان شاء الله. ما شاء الله يعني ان شاء الله تكون بفعلكم. بس أنا ملاحظة حتى بعد إذنك وحضرتك يعني زميلكم الأستاذ نادر البغدادي اليوم غاب والجمعة غابت، فنتمنى الكل يعني مثلا التناصح يبدو عذر زي حضرتك أو أستاذ نادر أو كل الزملاء نتاعك، يكون في اعتذار ولا هيك، بس المشاهدين يستنوا وشبه المانع فيه وما فيش يعني فهمت لا قويا يكون في اعتذار أو على الصفحة أو حتى على الخاص مانيش عارفة المهم بمعنى يعني. شغلنا أستاذ نادر اليوم ما طلعش علينا في نسمة الصباح ويوم الجمعة، فإن شاء الله المانع فيه يعني يكون للتبنان فقط يعني أنتم أصبحتوا جزء منا بالذات يعني أستاذ نادر البغدادي سنوات ولسنة 13 معاه يعني ومع حضرتك سوى قريب تكبر السنة، فبديت ونسجل حاجة يعني من برنامجك من خلال حتى تكون جزء منك وتهمك، فكل طمأنان عليكم فقط يعني مرات يبدا عنده ظروف بسم الله يفتح حالك أستاذ نادر أو حضرتك أو حتى المنفذ أو، لكن ما فيش باس قول اعتذار من المستمعين لأن أنتم عندكم جماهيرية عريضة جدا من المستمعين تسلم بارك الله فيك. بديت نشغل ونبدا من غير عذر ولا شيء، لكن أكيد إن شاء الله أستاذ نادر ما غنبرش بالمجبر الطيب إن شاء الله سمعتينا أكون بخير وإن شاء الله المعنى خير اليوم ويوم الجمعة تمنينا يوم الحد طلع اليوم ما جاش إن شاء الله المعنى خير يعني. هو للأمانة أنا بغض النظر توا يعني ريجاردلس يعني شو صاير مع زميلنا الإعلامي نادر البغدادي، لكن احنا في العادة لما على فكرة لما نغيبوا في اللايف في سفرتنا مش من يعني عندنا حلقات سقطت أو درنا إعادات الحلقات القديمة، راه نطلب حلقات جديدة راه يعني أنا نصور لكم في حلقات جديدة وتكون يعني ديما تكون على الاحتياط يعني لما يكون في ظرف أو شيء يتم التصوير يعني يعني ديما يكون بالتزامن علما إن شاء الله، لكن مفيش بس مثلا البلاغ لأن يبدو مظبوط الساعة وكي صحيح الجمعة استنينا لما لا الحق معك أختي انتصار 100% لا مظبوط لا ملاحظتك في مكانها يعني ملاحظة قبلها بصدر الواحد يعني لا لا بالعكس لا ملاحظتك في مكان هو المفروض احنا فعلا ننوه يعني لما تكون حلقات تسجيل او حلقات لايف، لكن علما تو انا بعد ما بنصور حلقه يعني اللايف كل يوم نتعلمه يا شيخ يعني كل يوم نتعلمه الانسان يتعلم حتى من اخطائه يعني الحمد لله رب العالمين. مظبوط مظبوط اليوم انا بقول لك شيخ وحتى صورت صورت لقطه هيك يعني من حضرتك حتى زملائك حطوا المقادير والحشوه فشكلها حاجه حلوه نصيحة العقل عندنا وصفة تارد عندنا وصفة تارد التفاح لازم تجربيها أختي انتصار وصفة رائعة جدا موسمها وتوع على فكرة يعني الخريفية وصفة خريفية حسيت أني عندك علم يا شيخ وقت المخرج حتى الصحة نتي على الشاشة وقت تضيف المقادير وكمان حسيت هيك مع الجو والطقس مانيش عارفة جبت هيك لحظة هيك أن وقتها توا يعني رغم تفاصيل مع الأساس فبديت يعني ان شاء الله ما تغيبش يا شيخ وضلوا بحيث استاذ نادر كل برامج الشيوخ تاع خمسه حتى هم بديت تناصح الشاشه دائما مفضليه في العيله يعني على طول برامجها ونتواصل معاكم مع الشيوخ مع كل البرامج يعني فان شاء الله ربي يعطيكم الصحه والعافيه وان شاء الله ضيفكم طيبه واسمح لي ان تدعوا لي يعني يعني توقفت على العمل اللي كنت فيه لظروف ما لكن خصيت مشروع بسيط جدا ادعوني ان شاء الله بالنجاح مشروع تجاري كبير ويعني لعلنا وعطى يعني تجربه ان شاء الله فيها خير يا شيخ يا رب يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله يسخر لك الامور وتمشي امور زي ما مخططين لها واكثر ان شاء الله يا رب ان شاء الله يسخر لك الامور ان شاء الله يا رب بارك الله فيك الله يفتح عليك وحتى وحتى لو حلقه الزوار كلهم كلهم ان شاء الله ربي بغاد امان او امل لمنا وكلهم كلنا يتحسن ان شاء الله ربي يحفظهم ان شاء الله دائما عائلاتنا يكونوا بخير وفي ناس تتغذى صحه غذاهم ونتغذوا صحتين وبارك الله فيك كثير تسمي الله يفتح عليك هو علما حتى لو الحلقه المقبله التسجيل هذا ليه منك بتتفرجيش عليها الحلقه الجديده لما نصوروها اليوم يعني حلقه جديده بتكون فيها وصفه كوكيز لازم تتفرج عليها ان شاء الله حاضر حاضر من عيوني يا شيخ بارك الله فيك الله يفتح عليك شكرا شكرا لك نورتيني الله يفتح عليك شكرا بارك الله فيك احنا مشاهدينا الكرام حطينا طبعا البيض وخلطناه كويس مع الفانيليا تو بناخذ العجينه ونطرحوها على طاجين التارت طاجين التارت هذا ينفك متفك القاعده خاص موجود في مستلزمات الحلويات حنطرحوا فيها العجينه وناخذ معنا اتصال الو السلام عليكم الاخت عياده من مدينه طرابلس اختي عياده اسعد الله مساك مساك طيب ونهارك مبارك
أخت عيادة أنت معنا على الهواء. لو تسمعي فينا أخت عيادة. اسمعينا من سماعة الهاتف مش من التلفزيون، وعلي صوتك شوي بشكل نسمعك أخت عيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله قصام معجبة بأكلاتك ومعجبة بأكلاتك إن شاء الله تبارك الرحمن عليك. شكرا، الله يفتح عليك، بارك الله فيك، كل بدوك، الله يفتح عليك أخت عيادة. الله يعطيك الخير ويبارك فيك يا رب. تسلمي تسلمي، أجمعين أجمعين، الله يفتح عليك يا أخت عيادة، بارك الله فيك. خد بالك عندك سؤال استفسار أو حابة تسأل على وصفة معينة أو وصفة كي جربتيها ونجحت معك. والله أنا قلت لك ماما كلمتك على الكيكة الباردة والمنديل، هذا شو ملحة الكيكة شنو هي الكيكة عفوا الجافة؟ الكيكة الباردة المنديل، هذا الكيكة الباردة. إيه بالضبط هاي هي. تمام، عفوا منك، أما هي أخت عيادة الكيكة الباردة تستخدمي فيها كيكة قهوة وشوكولاتة أو كيكة فواكه؟ شوكولاتة. شوكولاتة، حاضر. خليك معنا اليوم على في الحلقة، رح نسمي لك وصفة ناجحة بإذن الله، رح تعجبك بإذن الله إن شاء الله. ما تفوتش ولا حلقة منك ولا حلقة. تسلمي نورتيني والله، الله يفتح عليك، شكرا والله يبارك له فيك، الله يفتح عليك. زين نقعدوا ديما على قد المسؤولية يا أختي عيادة. الله يفتح عليك حسيت يا رب يبارك لك يا الله. بارك الله فيك، كل بدوق، مشكورة، شكرا شكرا لحضرتك، بارك الله فيك، الله يفتح عليك، نورتيني أختي عيادة، بارك الله فيك، يومك مبارك إن شاء الله يا رب، بارك الله فيك، الله يرضى عليك، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، أنا تأخذت العجينة شندرنا لها طرحناها على الطاجين بهذا الشكل، ما تنقبوهاش، تنقيب هنا؟ لا، لو نقبتوها الحشوة بتنزل بتلصق، مش حيقدر تطلع العجينة، مش حيصير منها. فحطينا العجينة طرحناها بإيدنا عادي زي ما شايفين. طبعا الوصفة هي ناجحة، يعني العجينة هي من أنجح الوصفات التاردة اللي فعلا ممكن نجربوها. بناخذ العجينة هي وبنحطوها في الفرن عند درجة حرارة 180، سخناها الفرن قبلها لين تتحمر وتاخذ هيك لونها. لما قبل ما تتحمر وتطيب بنحط عليها جزء الحشوة ونشوفوا مع بعضنا كيف راح نتعاملوا معها. هندخلوا العجينة في الفرن وخليناها تو الفرن عشان ندخلوا تو للوصفة الحشوة. عندنا نوعين احنا اليوم في الحشوة، تمام؟ عندنا حشوة التفاح وعندنا حشوة زي الخليط زي الكاسترد او زي الهلام هيك حنستخدمه. رح نبدأ بوصفة التفاح، تمام؟ أول شيء عندي صوص تفاحات، يفضل يكون أحمر، يفضل هو، لكن لو عندكم مش أحمر حتى أخضر عادي، يعني مش قضية، لكن هو الأحمر مسكر طعمته، هذه هي بس الفكرة في الموضوع. ناخذ التفاح ونبدأ نقشره. في ناس تنزعج من قشرة التفاح في الحلويات، وفي ناس عادي تقول لك لا مثلا يعني يقعد عادي. أنا بصراحة للأمانة حنخليه بقشرته، أنا قشرة التفاح نحبها لما تطيب. تبغى تقشروه تمام، في خيار تبغى تخلوها تفاحها صحيحة كاملة. أنا بندير فيها زي ما ندير فيها عادة في الشغل، فبنديرها يعني الأمانة زي ما متعودين عليها الحق. نبغى نقصه التفاحة القصة العادية اللي تدور فيها أمهاتنا، ماهاش معقدة نهائيا الوصفة. دائما الحلويات الكلاسيكية يعني شغلها بسيط جدا وشغل منزلي أكتر، يعني احنا ديما للأمانة رسالتي نقول فيها لربات البيوت، فما فيش داعي احنا نستعرضوا ماكينات ونستعرضوا آلات ومعدات، لأن احنا اللي بيطبقوا وصفتنا يعني ربات البيوت اللي أمهاتنا وأخواتنا اللي حابين يتعلموا مطبخ، فاحنا مش يعني أن نعقلوا لهم الوصفات، لا نبسطوا على قد ما نقدروا، هذه أمانة ونتحاسبوا عليها. ديما نقول فيها احنا اللي يتفرجوا علينا ما همش شيفس، لا ربات بيوت يعني غير مهنة كده عندهم، فنحاولوا ان احنا نعطوهم الوصفات السهلة والبسيطة. التفاحة هو راح نقصوه لكيوبس أو مكعبات. وعندنا اتصال من الأخت إيمان من مدينة بنغازي، صديقتنا وزميلة البرنامج. أختي إيمان أسعد الله مساك، مساك طيب. الله يسعد مساك يا ربي، مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟ نهارك طيب، شن أخبارك؟ إن شاء الله بخير يا رب. الله يسلمك، الله يسعدك يا رب، الله يسعد أيامك يا رب، الله يخليك يا رب. يا رب يا رب، اللهم امين، اجمعين ان شاء الله، ربي يعطيك الصحه ان شاء الله، الحمد لله، بارك الله فيك، اجمعين يا رب، اللهم امين يا ربي. تحياتي ليك طبعا، وتحياتي نتمنى
النجاح للأخت انتصار إن شاء الله، تحياتي ليها. بارك الله فيك، شكرا لك، الله يفتح عليك. كذا تسمع فينا يا اختي انتصار. كل الكادر اللي معاك والاخوه اللي معاك مصورين واللي ردوا علينا، تحياتي ليهم جميعا، تحياتي لاسرتك، وربي يعطيك الصحه يا شيخ. يا رب اجمعين ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك. طبعا انا بنقول لك ان عندي كلمه ممكن تعطي مش متابع علينا لصفحتنا بحكم يعني الفيس او غيرها، لكن كيكتك نتاع الكرموس طالع ترند توا في الجروب اللي مدارينا نتاع سفرتنا وفي صفحه ايهاب بن رجب. فكيك كرموس واخده يعني انتشار بشكل خرافي للامانه الحق. وهذا الفضل ليك يا شيف، هذا لانك انت يعني لا بالعكس، احنا ما درنا يعني احنا شوف انت نفس الوصفه اللي خديناها درناها. انت انسان صاحب اخلاق، انت انسان بارك الله فيك. بارك الله فيك، الله يفتح عليك، الله يبارك يفتح عليك، بارك الله فيك. وهذا اللي يعجبني فيك، مش مجرد انك صاحب مهنه وتتقن في مهنتك، انت انسان خلوق. شكرا، بارك الله فيك، والله شهاده لك بها يا اختي. يرجع الفضل ليك. بارك الله فيك، الله يفتح عليك. لا بالعكس، احنا ما درنا شيء، عباره اخذنا وصفتك وطبقناها، يعني ما زدناش على اي حاجه، يعني وصفتك جد رائعه جدا. وهل يعني مسميها وصفه مدام ايمان يعني الامان الحق. فانا قلت لهم لا، يعني للتعديل احنا سميناها داني، يعني ففيها يعني انتشار بشكل واسع الامان الحق. وصفك سهله وبسيطه وفيك طعم يعني شتوي. فعلى الامانه يعني ممكن متابعيش في صفحه سفرتنا او في صفحه ايهاب بن رجب، لكن لو عندك حد مثلا في الميديا وهيك يعني يكتبها، يعني الوصفه حتطلع لها، يعني فيها يعني ترند طول الفتره طالع الحق. لا ليك انت يا شيف، ليك انت، انا اصلا هديتها ليك انت، ليك انت يا شيف. بارك الله فيك، كلك ذوق، الله يفتح عليك، بارك الله فيك. ليك انت، ليك انت، بارك الله فيك. وتحب ايدك على عتابه التفاح. شو رايك فيها وصفه اليوم؟ بحكم انت يعني من حبين الحلويات، شو رايك فيها كمبدئيا يعني في وصفه اليوم؟ لا تمام، انا اللي من غير كاسترد، لما نضيف في اضافه، لما نضيفها على التفاح والمكسرات ناخذ قليل من الحليب المحلى، يعطي زيت الكراميل ويخلي اطول عمر للتفاح. اها الله يبارك. اديناها في الحشوه ولا مع التارد اختي ايمان؟ لا مع الحشوه، مع الحشوه، مع الحشوه. حلوه فكره. اللي مش اللي من غير كاسترد، اللي بالمكسرات والتفاح، نضيف تقريبا حسب الكميه، مثلا نص علبه من الصغار هذينا حليب محلى. اول شيء يعطيها زي الكراميل، وبعدين يطول في عمرها اكثر، والتفاح ما ينفدش الميه نتاعها ولا يزبل. مزبوط، حلو 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 حلو، مزبوط. والتفاح تخليه يطيب مع العجينه او لا يعني يطيبوا مع بعضهم؟ لا التفاح على حياد، الحشوه على حياد. اها حلو. لو بالكسترد ممكن نضيف لها تفاح معاها على الوجه يعني، لكن لما يكون ما فيش كسترد وفي مكسرات التفاح، نحب الكسترد يكون بايظ تماما او نص، وبعدين نضيف الحشوه، بس اضافه الحليب المحلى تغلف التفاح ويكون عمره اطول، يعني اطول، يعني يقعد لفتره زمنيه اطول. حلوه حلوه الفكره، جميله. بالضبط بالضبط، يعطيها زي التهليكه، يعطيها زي التهليكه، شيء هيك حلو يعني. هي بنجربوها معناها لازم توا احنا هي. احنا طبعا ناخذ منك الاسرار، انت مش فاهمه اختي ايمان، احنا عباره ناخذ منك الاسرار بسرعه من غير ما تشعري. الله يسلمك يا شيخ، ربي يطول عمرك. الله يفتح لك، كل قدوك، بارك الله فيك. مشكور، الله يفتح لك. تحياتي لكل الشباب اللي معك ان شاء الله يا رب دائما. بارك الله فيك. كلك دوخ، الله يفتح عليك، نورتيني يا اختي ايمان، الله يرضى عليك، شكرا لحضرتك، بارك الله فيك، مشكورة. مع السلامة. شكرا لحضرتك، شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا. مع السلامة. في رعاية الله، بسم الله. طبعا قبل ايمان والاخت انتصار والاخت حنان من الزاوية والام التوار وبنت رياينا، و يعني كل من يتابع فينا بدون استثناء، انا مش طبعا ننسى اي اسم، لكن بجديات يعني الله يفتح عليكم على مشاركتكم معنا، وحتى اللي ما يتواصلش معنا حتى مجرد انه يعطينا من وقته ويتفرج على البرنامج، هذا الشيء يسعدنا حقيقه الحق. شكرا لكم، وان شاء الله تقعدوا ديما على قد المسؤوليه هي، ونحاول كي نعطوا الوصفات اللي تعجبكم وتنال رضاكم. تو احنا هنا حطينا الزبده، حطينا التفاح اللي قرضناه مكعبات، حنحط عليهم تو السكر. تحطوا السكر اسمر يمشي، تحطوا السكر ابيض يمشي، انا بحط سكر ابيض نعرف، لان مش الكل حيتوفر عنده سكر اسمر، فانا حبيت ندير الوصفه تجربوها يعني وقت، يعني مش لازم لين تحصلوا السكر اسمر او غيره.
بمجرد ما حطينا السكر احنا هنا مع التفاح والزبده تقليبه هيك خفيفه يبدا فيه زي الكراميل هيك زي الخليط هيك كراميل، فالخليط هذا هيك رح يعطيكم هيك طعم لطيف جدا للوصفه. طبعا احنا هنا رح نحط عليهم قرفه، عندنا شويه قرفه تاع ملعقه هيك صغيره زي ما قلت لكم في الوصفه، عندنا تاع ملعقه صغيره من القرفة بنحطوها على التفاح تكي تغلي مع السكر. والوصفة المكون الثاني اللي هو لوز الخزايني، عندنا لوز الخزايني بناخده وبنحط عليهم، في اللي يحب يحط حتى زبيبرة ممكن عادي، لو بحطوا حتى زبيب معلش عادي تقدروا تحطوا زبيب وتحطوا لوز عادي ممكن تحطوا لوز عادي. فأنا يعني اعطيتكم الوصفه اللي ندير فيها عاده انا، لكن ممكن اي اضافات اختياري الموضوع، حابين تضيفوا تنقصوا زي ما انتم ما حابين. شايفين كيف يكون هيك؟ انا هذا هو طبعا به الخليط يكون هيك زي الكراميل، يعني يكون هيك متكرمل. استنوا عليها هيك بضعه دقائق هيك، عندنا التفاح خلاص طاب بس المفروض بننقلوه ونخلوه على جنب. راح ناخذ طبعا احنا خليط التفاح نحطوه على نار اهدى شويه نخلوه على جنب. في طنجره عميقه بنحط الحليب وبنحط النشا بتحطوا سكر ممكن تحطوا سكر، انا مش هنحط سكر بصراحه لان عندي الكراميل بتاع التفاح فصت السكر. وبنقلب النشا مع الحليب، هذا قلت لكم عليه زي الكاسترد هيك يعني يكون، انا على فكره ممكن نستخدم الويسك هذا عشان يبيش النشا يطوب. وعلى النار نقعد نقلبه فيه لين يوصل للغليان. ما توقفوش تقليب، اقعدوا قلبوا. هيك مبدئيا نحو بس هذول مش محتاجينهم. كذلك تمام. نحوهم على جنب. ونرجع للخليط متاعنا، يكون هيك قوامه كريمي، شايفين زي الكاسترد خردرناه بالنشا والحليب بس. طيب نطفوا عليه اول ما بدا يغلي ولا ثقيل هنطفوا عليه وبنخلوه على جنب. راح نخرجوا لفاصل قصير جدا بس بعد نرجع لكم شوفوا بعض كيف راح نقدموا الوصفه. فاصل وراجعين. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فرع تاجوراء غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 091-810-030 091-810-040. الدوفان فن صناعة الآثار.
رجعنا لكم احبائي الكرام بعد الفاصل، ان شاء الله غير ما كناش عطلنا عليكم. تو احنا هنا مشاهدينا الكرام بعد ما حركنا الخليط اللي زي يقولون عليه زي الكاسترد، تو رح نبدو نقدموه او نشوف كيف رح نقدموه. طبعا الخليط اصبح كريمي، بس نجيب هيا حطوها هنا بس نبدو كي نشوفه مع بعضنا. عندنا الخليط اصبح كريمي، رح نضيف عليه عطر اللوز، تمام؟ ضيفوا روح اللوز وناخذ معنا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهارك طيب اختي ايمان، مساك طيب. حالك ماشي، اخبارك تمام؟ الحمد لله، الحمد لله في نعمة. طمني عليك اختي ايمان، ان شاء الله بخير يا رب. والله الحمد لله، نشكرك انت والقادر كلها، ونشكرك على الاكلات اللي بيشتغل الروعة هذه. بارك الله فيك، الله يفتح عليك، بارك الله فيك، شكرا لك. ان شاء الله غير عجباتك هيك الوصفه هيك مبدئيا، بس والله الحلو مش عالية الحلو، انا الحار بس. ان شاء الله حاضر، هو حتى الحلقه الجايه تاع يوم السبت بفوت حلويات، لكن حلقه ثلاث حندير وصفات حاره باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله حلقه حتى السبت اللي فات حلوه لحق ربي. تسلمي، الله يفتح عليك، بارك الله فيك، مشكوره. مشكور على البرنامج. هل عندك طلب او سؤال وصفه معينه مثلا حابه نجربوها مع بعضنا او شيء اختي ريمان؟ والله نبيك تدير الكبسه، انا طلبتها منك، بالك نبيك تديرها بس نبي نطبقها معك. تمام، كبسه دجاج انت تقريبا طلبتيها صح؟ دجاج ما نعرفش في ال، ونبي نعطيك نصيحه، طبعا انت متبع في الريجن، لكن نادي ربي يحفظك ويعطيك الصحه يا ربي. بارك الله فيك. تاخذوا قاروره فيها ميه ولا شيشه ميه، تحطوا فيها عود يرفع ونفس ما فهمتها. اها كويس. تنزل الصبح امتى تنوض، ومعناها بتبع الرجيم وبيكبت على الرجيم، الصبح امتى تنوض نقول تاخذ ميه دافيه. تمام. مسلمه مسلمه تشربها، وبعدها تبدا تاكل توسط او خبز الشوفان، وبعدها تاخذ طاسه ميه تحط فيها بدور شيا. حلو تمام كويس ممتاز. والقرفه تكون، والقرفه تكون اعواد او بودره؟ عفوا لا، عود تاخذ نقول هذه نفسها نار، تبي تمشي تريض او تمشي للنادي او حاجه ماشي الكوتش، تاخذ شيشه تحط فصفه مسليمه عود قرفه رسمي تشربها، لان القرفه نسبه هي كويس معناتها تكسف السعرات الحراريه وتخلي الشحوم معناتها بسرعه. كويس، هذه حنجربوها باذن الله. عادي حنجربها، حنشوفها اساسا. احنا تو اساسا منقصين هيك جزء من الوزن، لكن حنزيد وندعموها هي الوصفه يا مالا. لا دي كويسه، انا جربتها بس دايره رجيم تبت على وزن واحد، توالي 4 سنين تبت على نفس الوزن وماشيه بها رسمي. ما شاء الله. حتى الخل العضوي في الميه. الخل التفاح مظبوط. الخل العضوي، اي مش الخل العادي، الخل العضوي كشيت في الميه. حلو كويس، وهذا يعني زي اللي بنقول احنا يعني الخلطه، يعني بمعنى انا زي يعني تثبت الوزن. عادي بعد ما تفطر ما تديهاش طول، بعد ما تفطر تاخذ طاسه ميه وتاخذ بعد فطور طاسه وحاجه، تاخذ بعدين خل العضوي في طاسه ميه وتشرب. حلو كويس، هيدي حنجربها باذن الله اختي ريمان، حنجربها. ونتمنى حتى المتابعين يعني يجربوها، لان فعلا القرفه مفيده جدا بدت حتى على الصبح زي ما قلتي حضرتك يعني. بارك الله فيك الله يفتح لك يا اختي ريمان، بارك الله فيك، نورتيني، الله يفتح عليك، شكرا شكرا باذن الله، الله يفتح عليك. وباذن الله حلقه الثلاث باذن الله اخت ريمان حتكون بتاع الاسبوع المقبل، حتكون وصفه الكبسه الدجاج باذن الله، راح ناخذ طلبك بعين الاعتبار، الله يفتح عليك، نورتيني، شكرا لك. مشاهدي الكرام تو احنا نشوفوا التارد بتاعنا المفروض خلاص يعني طاب هذاك التحمير. انا شخصيا بحب التارد يكون متحمر هلبا، ما نعرفش هو ادواخ، لكن ديما التارد يكون كل ما يكون اشقر كل ما يبدا شكله جميل حق. فخلينا ناخذ التارد بتاعنا، بسم الله، هيك يعني نحب يكون لونه يعني يكونوا اطراف هيك يكونوا متحمرات، يكون هيك لونه هيك على الشجر، فتحسوها يعني هيك الوصفه جميله. وزي ما قلت لكم هي تفكروا وصفه التوم وجيري يعني كيف تكون في زي الفطيره يعني تكون فلات، ففعلا من الوصفات الرائعه اللي فعلا ننصحكم انكم تجربوها. طبعا خلونا كيف نتعاطوا معها، انا يعني طبعا جلافس واحد بس حراري فمش عارف كيف بنفكوها، بس تمام عادي، اجتنا اصابات في حرقات بسيطه مفيش مشكله. خلينا بس نحاول بنفكها،
هو لو نحرقت هذا في سبيل الطرد. اتصال. الو السلام عليكم. الاخت سالي من مدينه درنه، خلينا ناخذ اتصال بعدين نحاول نثبت شوي. اختي سالي اسعد الله مساك، مساك طيب اختي سالي. اختي سالي معنا انت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله اختي سالي، مساك طيب. الله يمسيك، شو اخبارك؟ كيف حالك؟ الحمد لله في نعمة، طمنين عليك، ان شاء الله بخير يا رب. والله الحمد لله. الحمد لله دوم ان شاء الله يا رب، طمنين عليك. والله كويس الحمد لله، شو اخبارك انت؟ الحمد لله. الحمد لله في نعمة، الحمد لله في نعمة. تفضلي. نحب نشكرك. نحب نشكرك ونتابع في برنامجك. شكرا. نعم. بارك الله فيك، الله يفتح عليك يا اختي سالي. بارك الله فيك، ان شاء الله عجبتك وصف، ان شاء الله عجبتك وصفك اليوم بس هيك مبدئيا. نعم؟ ان شاء الله عجبتك بس وصفك اليوم هيك مبدئيا قلت لك. لا وصفتك كلها حلوه وجميله. الله يفتح عليك، بارك الله فيك، هذا من دوخك يا اختي سالي، بارك الله فيك. بارك الله فيك، الله يفتح عليك. بالك عندك سؤال او استفسار معين او حابه تسالي على وصفه معينه؟ بارك الله فيك، تابع فيك وحبيت اشكرك. شكرا. كلك دوق، الله يفتح عليك. مع السلامه. مشكوره. في رعايه الله، شكرا لك، الله يفتح عليك، نورتيني، شكرا لك. هي طبعا عندنا قاعده لوطه هي بنحاول نحوها. هي القاعده شايفينها؟ بنحاول احنا نحوها من التارد متاعنا، تمام؟ بس بعدين نقدمه. نحاول كي نجبدوا التارد متاعنا، نجيبوا الصح اللي بنقدموا فيه التارد وبننزلوا التارد متاعنا بهذا الشكل، تمام؟ طيب احنا تخلصنا من القاعدة اللي تحت، تمام. العجينة لأنها فيها كمية زبدة فما شاء الله يعني مش حتلصق أو أي شيء، بالعكس يعني وصفة رائعة جدا وهشة في نفس الوقت، تمام. توا هنا راح نحطوا أول شيء الخليط بتاع الكاستر درنان اللي من غير سكر، ما تديروش بالسكر لأن عندنا كمية سكر في العجينة مسكرة فيها كوبرا وسكر ناعم، وعندنا هنا السكر مع التفاح، والتفاح اصلا مسكر من الاول، فلو كتر حطينا حتى هنا السكر راح تكون شويه طعمتها اوفر يعني، فاحنا نحط الكريمه هي بدون سكر، تمام؟ او الكاستر زي ما قالت اختي ايمان من مدينه بنغازي. حطيت لها روح اللوز ولا فيها زي الرزات هيك تحسوها بنتها او زي عصير اللوز. راح نفرد الكريمه هي بتاعتنا، نبغى نفردوها على التارد من الجناب. يا سلام، تكون هيك الكريمه مفروده على التارد بتاعنا زي ما شايفين بهذا الشكل، تمام. بعد ما فردنا الكريمه بتاعتنا خلوني توا ناخذوا التفاح المكرمل مع اللوز الخزايني. بسم الله، ونحط التفاح المكرمل مع اللوز الخزايني على الوجه. هي الوصفات الشتوية هي بصراحة يعني شو بنقول لكم، حاجة هيك تحسوها رائعة الحق. نوزعوا ريحة القرفة ما شاء الله اللي طالعة مع السكر اللي كرمل أخذنا زي الكراميل، ولا بديروا سكر أسمر ممكن، بديروا السكر عادي ديروا، أنا حبيت نديرها بالسكر العادي بس الكل يجرب الوصفة. ننزلوا كيف الكمية بتاعتنا. مكونات الوصفة على الهواء مشاهدينا الكرام، لو حابينكم تدونوها أو تديروا لها سكرين شوت تلقوها مرجع لحضراتكم. درنا الوصفة مع بعضنا قدامكم، ونفس الوصفة يعني ونفس العجينة اللي حطيناها في الكوشة هي اللي استخدمناها. أنا عادة ما نحبش يعني بدأت الحلويات عموما ما نحبش نطلع حاجة جاهزة، يعني نحاول معنا رغم إن عندنا أقل من ساعة في الحلقة، ولكن ندير في مجهود اني نحاول ان نفس الوصفه اللي درناها قدامكم مشاهدينا الكرام هي نفسها اللي نختموا بها الختام، يعني ما طلعش وصفه مجهزها فيما سبق او غيرها. طبعا هيك شايفين كيف تكون هيك وصفتنا، يعني هيك تفكي ذهبيه. طب لك تزيينه اخيره بس شويه سكر ناعم بودره على الوجه.
نحط السكر ناعم البودرة. طبعا ما نصحش بها للدايت الا لو مبدئين يوم في بريك تاخذوا منها كي طرف صغير. هذه وصفتنا اصبحت جاهزه. تمام، وصفه هيك تحسوها هيك شتويه وبسيطه جدا وراقيه، يعني من الوصفات الراقيه، تحضيرها سهل وفعلا ما اخذتش منا اي وقت واي مجهود في التحضير. طبعا وعدتكم ان حنقرا 5 رسائل او مسجات جتنا عبر صفحه سفرتنا عبر صفحه عبر الخاص، فخلوني نقرا مع بعضنا الرسائل حتى نردوا على تعليقات المشاهدين الكرام عبر صفحه سفرتنا. نبدو طبعا عندنا الرساله الاولى، عندنا طبعا الفارسة الأصيلة. السلام عليكم شيف، نبو طريقة وصفة الجديد، كيف نستخدم وصفة كيف نستخدم اللحم الجديد. تمام، هي طبعا كان قصدها أن طريقة الحفظ يعني، أو لأنها زادت يعني كاتبة في الموضوع. بالنسبة للجديد هو يقعد راو حتى عامين ما يصير لأي شيء، غير لازم يكون الزيت مغطي اللحم. يعني ممكن امهاتنا واجدودنا والعائله يعني القديمه ديما الزيت يكون مغطي اللحم باش اللحم ما يشمش الهواء، او ما يشم الهواء اللحم فورا راح يدق زي طبقه زي الفطريات او ما شابه. تمام، انا طبعا الماجده ماجدة مكة، السلام عليكم، نبو وصفات تكترونا من وصفات البحريات، بالله عليكم بالذات الوصفات السردينة ان شاء الله باذن الله. انا طبعا خديجة، أخت خديجة، خديجة الورشفانية، بالله عليكم نبو طريقة الكات الجافة وشن أفضل نستخدمه، هل فيها البيكنج باودر أو البيكربونات؟ لكل حاجة حاجتها. لو كانت الإنجليش كيك أنا أفضل البيكنج باودر، يعني نلجأ البيكنج باودر أكثر يعطيها هش أكثر. البيكربونات ممكن نفضله في كيكات تانية تكون كيكات ثقيلة، يعني يكون فيها مثلا كاكاو هلبة أو كيكات يعني تكون فيها اوفر مكسرات، فالبيكربونات هنا بيمسك الكيكه يعني بيخليها، بمعنى انا خليها فيها طبقه من الجناب سميكه شويه. فلو كانت الكيكه فانيليا بس خليك انجلش كيك بيكنج باودر، لو كان فيها لوز وشوي حاجات بيكنج باودر، اما كان الكيكه فيها قشور برتقال وفواكه جافه ومكسرات فممكن التعاون بالبيكربونات، لكن البيكنج باودر ثابت في الوصفه. وطبعا عندنا المصراتية الحرة، نبو وصفة تارت التفاح، وطبعا قريت الوصفة كانت أو لامس وكنا مجدولين يعني من الحظ وصفتنا اليوم فضلناها، ونتمنى أخت يعني تشوفي الحلقة وتلقاها مرجع لحضرتك. شكرا طبعا مشاهدينا الكرام على المتابعة وعبر الرسائل اللي بعتونا. وطبعا أنا اليوم طبعا ممكن يعني ما توقعتش اني فعلا حقيقه اني نكمل الوصفه في اقل من ساعه. طبعا بنشكر الفريق كامل والمخرج الرائع اللي فعلا لحقنا في الاخير يعني هيك يضغط علينا بس قدرنا انا فعلا نطلع الوصفه. مشاهدينا الكرام هيك وصلنا لختام حلقتنا لدى اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقه زي ما استمتعت معكم. نحب نذكركم بمواعيد البرنامج كل سبت وثلاث الساعه 3 مساء، الاعاده كل حد كل اربع الساعه 11 الصبح، والحلقه تنزل كامله عبر صفحه سفرتنا. نشوفكم معكم على خيرة الله في حلقات جديدة ومميزة معكم إيهاب بن رجب، نتلاقوا على خيرة الله إن شاء الله. تحياتي للجميع. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فرع تاجوراء غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 091-810-030 091-810-040.
الدفان فن صناعة الآثار.